أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عالم أمين. إن شاء الله تكونوا بخير. في الفيديو هذا باش نقدم لكم موقع ممتاز تنجم تربح منه من مشاهدة الإعلانات. الحد الأدنى للسحب 0.02 دولار، يعني 2 سنت على حسابك البير، وبرشا طرق سحب مختلفة، يعني الناس الكل تنجم تخدم وتربح. قبل ما نمشي للموقع اللي حكينا عليه، ما تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديدنا، وتحطوا جيم وكومنتار، واللي عنده اي استفسار واي تساؤل يتواصل معنا على حسابنا الرسمي على الفيسبوك عالم امين. وما تنساوش تشوفوا معناتها فيديوهاتنا السابقه، شرحنا برشا طرق نجمو نربحوا منها من الانترنت، حكينا على الروبل، حكينا على ارباح اليوتيوب معناتها اليوتيوبر ام سيف، حكينا على البيتكوين، حكينا على ادسنس، حكينا على برشا حاجات. ودونك نمشي توا للشرح. الموقع هذا اللي قاعدين نشوف فيه اللي هو paid vertisement، تلقاو رابط الموقع هذا اسفل الفيديو في صندوق الوصف. كنت انا كتبت مقاله وتلقاو رابط الموقع هذا اللي نجمو نخدمو فيه اسفل المقاله هذه. ما علينا الا نضغطوا على ريجستر ونعملوا حساب في الموقع هذا الجديد، معناتها نجم نربحوا منه بطريقه سهله جدا. ما عليك الا تخلي الفول نيم واليوزر نيم والايميل كتابه الباسورد، يعني كتابه الباسورد، وتحط هوني اي هاف ريد، ومعناتها وافقنا على كل الشروط، وتضغط على ريجستر. تسجيل بسيط جدا، ما يستحقش شرح كبير. والموقع ما يبعثلكش تفعيل على الايميل الخاص بيك. دونك نمشيو توا اللوج ان باش ندخلوا الحساب نتاعنا اللي انا كنت عملته. وهذه واجهة الموقع كما قاعدين تشوفوا. من ساعه شويه عملت تسجيل في الموقع هذا وربحت 0.029. وخليت لكم اعلان باش نشرحوه مع بعضنا. ما علينا الا نضغطوا على ايرن ماني فيو ادفرتايزمنت، معناتها الاعلانات، باش نشوفوا الاعلانات ونربحوا بطريقه سهله جدا. كما قاعدين توا تشوفوا هما 12 اعلان موجودين، يعطيهم لك الموقع يوميا وباسعار مختلفه وبوقت مختلف. انا كما قلت لكم خليت لكم اعلان باش نشرحوه مع بعضنا. سعر الاعلان 0.05 دولار. ما علينا الا نضغطوا على الاعلان ونشاهدوه في وقت قصير. نضغطوا على الاعلان وننتظروا شويه وقت باش ناخذوا السعر اللي خليه لنا هو. يحلك موقع اخر، ناس تعمل في اعلانات في الموقع هذا. ترجع لواجهة الموقع خير باش تشوف قداش من ثانيه تنتظر باش تاخذ الارباح بتاعك. توفى الوقت ونرجعوا للشرح. كما قاعدين نشوفوا توا الوقت 30 ثانيه ولا 40 ثانيه وفاو. ما عليك الا تختار الصورة المقلوبة ويقول لك thanks for watching. معناتها احنا شاهدنا وربحنا المبلغ قلنا عليه هو. وكما قاعدين نشوفوا توا الاعلان ولا مظلل، ما تجمش تتفرج عليه. هما 12 اعلان، من 12 اعلان هذوما تاخو 3 سنت كيكا، تقريب 4 سنت يوميا بطريقة سهلة وبسيطة. معناتها 5 دقائق تجم تكمل الاعلانات بكل سهولة يوميا، تاخو الأرباح هذه. صحيح أرباح صغيرة، لكن تجم تربح منها رأس مال. وكان تخدم في 5-6 مواقع كيما هكا، تجم تلمد رأس مال وتبدأ فيه، وحاجات أخرى تجم تخدم فيهم في برشا مواقع وبرشا مجالات. إن شاء الله باش نشرحوها في قناة عالم أمين. باش نمشيو توا للسحب وباش نسحبو على الباير. قبل ما تقوم بإثبات السحب، معناتها يلزمك دوما تدخل تضغط على سيتينج باش تخلي الرقم المحفظه نتاعك، تشوفوا بيرسونال سيتينج، باش تخليو رقم المحفظه الخاص بنا. هوني موجود بيرفكت ماني، باير، بيتكوين، وليتكوين، وحاجه هذه ما نعرفهاش، كوين تو سند ما نعرفهاش الحق. لهون تمشي تضغط على باير وتحط الرقم المحفظه الخاص بيك. اي واحد عنده رابط محفظه خاص بيه في بنك الباير، واللي ما يعرفش يعمل بنك باير، تو نخلي لكم رابط تسجيل على بنك الباير في المقال اللي قلت لكم عليها. تحط الوالد ثم، وتحط هوني رقم الباسورد اللي سجلت فيه في موقع paid
بيرتمنت. دونك تو تنجم تعمل اثبات سحب. قبل ما نمشيو لاثبات السحب تشوف ماي ريفر لينك، رابط الاحاله الخاص بيك اللي انت تنجم تزاد تحقق ارباح. هذا هو رابط الاحاله الخاص بيك، تنجم تنشره في على المواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر حتى انستغرام، وتعمل تنجم تعمل فيديو كما انا نعمل قال تو. وعلى كل احاله تجيك والشخص كي يخدم في الموقع هذا، انت تاخذ نسبه معينه من الارباح نتاعو الموقع يقدمها لك كتحفيز، وكالموقع باش ينتشر اكثر حيتو جديد. شخص ما الموقع ما هوش حاطط نسبه معينه، ما نعرفوش انا شخصيا، تو نشوفه بعد. هذا هو الموقع بصفه عامه، موقع نجم نربحوا منه بدون راس مال من مشاهده الاعلانات. هوني ثم حاجه اخرى نجم نربحوا منها ريفينيو شير، الحقيقه ما نعرفهاش شنو هي بالضبط. الفائده هي انفستيسمون، معناتها انك تستثمر في الموقع، باي شير معناتها انك انت تشري اسهم ولا كيفاش، وبعد يعطيوك مردود. شخصيا انا مانيش باش نعرف فيها، باش نربح بطريقه مجانيه. وتجم تعمل ابجريد للحساب نتاعك، سعر الاعلان يولي اعلى من اللي هو موجود عليه دوا. تضغط على اد فاوندز، معناتها باش تخلي فلوس في الموقع باش تستثمر. الفايده انا ما ننصحكمش باش تستثمروا، اخدموا مجانا واستغلوا الموقع هذا باش تجمعوا تلمدوا راس المال. نضغطوا على ويذدرو باش نعملوا اثبات السحب، اللي هو الحد الادنى 0. الحد الادنى 2 سنت. نمشيو للبنك البير الخاص بينا باش نشوفوا الرصيد نتاعنا. كيما قاعدين تشوفوا هوني $21.24. باش نعملوا اثبات السحب توا نضغطوا على باير ونحطوا المبلغ اللي عندنا اللي هو مبلغ بسيط 3 سنت تقريبا. نضغطوا على سبميت، وما تنساوش الرابط المحفظه نتاع الباير تكتبوه بشكل صحيح. هون يقول لك your payment request was successfully، ما الفايده thank you for using our service. قال لنا الموقع ابعث لنا على حسابك في بنك الباير، باش نمشيو للبنك الباير توا ونعملوا ريفريش، معناتها نعاودوا نحملوا الصفحه مره اخرى باش نشوفوا المبلغ وصل ولا لا. كانت 21.24 سنت ولات 21.26 سنت، اكيد تم اقتطاع صغير. نمشيو للهيستوري باش نشوفوا هوني وصل 2 سنت، تم اقتطاع صغير عملوا الموقع. كما قاعدين نشوفوا الفلوس وصلت على من بيدفيرتسمنت للبنك الباير في ثواني معدودة. استغلوا الموقع، اخدموا عليه اكثر فاكثر باش تجمو تربحوا، واخدموا في برشا مواقع اخرى. هذا كان شرحنا على كيف نجمو نربحوا من الاعلانات بطريقة سهلة وبدون رأس مال. ان شاء الله في قناة على ما يمين نشرحوا مجالات اخرى تهم الربح من الانترنت والعمل على الانترنت بطرق بسيطة جدا باش نجمعوا رأس المال. وان شاء الله نحاولوا نشرحوا مجالات ممتازة تحقق ارباح كبيرة، لكن تحب لها وقت ومجهود وتعلم وصبر. الى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد من على ممين، واللي عنده اي استفسار واي تساؤل رابط الصفحة الرسمية على الفيسبوك اسفل الفيديو في صندوق الوصف. والى اللقاء.